قال إلى السليمانية، حيث تطلق مفوضية الانتخابات قرعة أرقام المرشحين لمجلس النواب العراقي في المحافظة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا شيار محمد. نعم شيار، مساء الخير. نعم مساء الخير على الجميع. يعني تقوم اليوم مفوضية الانتخابات في محافظة السليمانية أسوة بباقي المحافظات بإجراء قرعة اختيار أرقام المرشحين. المرشحين في حدود محافظة السليمانية كانوا 65، انسحاب اثنين، أصبحوا 63 مرشحا عن محافظة السليمانية تنافسون على 18 مقعدا. يعني هي حصة، أو يعني وفقا للقانون الانتخابات هي حصة السليمانية من مجلس النواب. إضافة إلى ذلك يعني كان هنا يعني بحضور المفوضية الانتخابات كان هناك مراقبين من يعني المنظمات المدنية وايضا النشطاء ليراقبون العمليه وشفافيتها. وفقا ل يعني مكتب السليمانيه لمفوضيه الانتخابات حذفت الارقام من 1 إلى 19 هنا في حدود المحافظه، اضافه الى ذلك حذفت الرقم 56 ايضا. يعني بالنسبه للتحالفات يعني وايضا بالنسبه للمرشحين الفرديين وايضا المرشحين الحزبيين، ان الحزب هم 33 مرشحا في حدود محافظة السليمانية. إضافة إلى ذلك العملية تمت أمام وسائل الإعلام، يعني وصفتها المفوضية بشكل شفاف أمام وسائل الإعلام، إضافة إلى ذلك كما ذكرت بحضور مراقبين وأيضا من المنظمات المدنية نشطاء لمراقبة هذه العملية. أن يتم يعني تم أيضا قالت منظمة أو مفوضية الانتخابات خلال مؤتمر صحفي هنا، قالت أنها يعني تهدف إلى خلق أكبر قدر من الشفافية حتى يعني وصول إلى يوم الاقتراع. إضافة إلى ذلك دعت المرشحين إلى يعني العمل وفقا لقانون بالنسبة للحملات الانتخابية، وأيضا أنها يعني مستعدة كمكتب السليماني للمفوضية الانتخابات ومستعدة لإجراء الانتخابات في وقتها المقرر. يعني إن لم يكن لديكم سؤال، هذا جل اليوم عن محافظة السليمانية. نعم يعني شيار محمد، شكرا لك.